اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج صباحكم غير. عسى ان يكون يومكم مليء بالسعاده والفرحه والتجدد معنا ومع فقراتنا المتجدده. عودة لكم مجددا احبتي المشاهدين. للاسف لا ينظر كثيرون منا الى صحه وسلامه الفم والاسنان على انها قضيه صحه عامه وانها حتى خطر على الصحة الشخصية، رغم أن الدراسات تظهر أن الأمراض التي تصيب الفم والأسنان ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالسكري وأمراض القلب والتسبب في الولادة المبكرة أو العكس، حيث تؤدي بعض الأمراض العامة مثل هشاشة العظام والسكري والسرطان إلى تدهور صحة الفم والأسنان. إذن أعزائنا المشاهدين، عن هذا الموضوع عن الأسنان وسلامتها معنا في الاستوديو نقيب أطباء الأسنان في العراق الدكتور رافع محمد الجبوري. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا. دكتور، بداية برأيك من خلال المشاهدات والدراسات الميدانية، هل يعي اليوم المواطن العراقي مدى أهمية صحة وسلامة الفم والأسنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على فتح هذا المجال. المواطن العراقي اليوم في تقدم. إذا هذا السؤال أردنا أن نجاوب عليه نسبة إلى ما يوجد في العالم من وعي صحي بالنسبة للمواطنين، يعتبر المواطن العراقي ما وصل إلى الدرجة المطلوبة. لكن إذا قارنا بسابق الأيام، المواطن العراقي أفضل من سابق الأيام بالنسبة للعراق. فنحن نطمح أن يكون وعي كامل، بحيث المراجع المواطن العراقي عندما يأتي إلى طبيب الأسنان يكون على دراية كاملة بأنواع العلاجات، أنواع الحشوات، أنواع العمليات اللي تجرى. وأيضا إحنا نريد من المواطن العراقي تصل ثقافته إلى ثقافة يساعدنا في تنظيم الطب في العراق. يعني مثلا واحدة من الأمور التي نطمح أن يصل إليها المواطن العراقي أن يفهم موضوع التعقيم، كيف يتعامل الطبيب بتقنيات عالية من التعقيم. فنريد أن يكون المواطن العراقي عين لنا كنقابة، بحيث يخبرنا بأن الطبيب الذي لا يلتزم بالتعليمات التي نحن ننشرها على مواقعنا الإعلامية الاجتماعية التي نصدرها دورية، والآن صدرت مجلة خاصة في طب الأسنان تستهدف المواطن العراقي لتوعيته. فنحن نريد أن يصل المواطن إلى درجة الوعي الكافية، بحيث يدخل إلى الطبيب ويستطيع أن يعرف أن هذا الطبيب ملتزم بتعليمات الوقاية، بتعليمات السلامة. أيضا هو على بينة من العلاجات، يعني عندما يقول له الطبيب كذا وكذا هو له خلفية، فيتعامل ويتعاون مع الطبيب ويساعده على إنجاز هذه المسائل. ولا بد أن يفهم أن هناك مضاعفات، هذه المضاعفات قد تؤدي إلى عدة مشاكل. يعني من ضمن المشاكل أنه هناك صليل يحدث بعد العلاجات باستمرار، هناك بعض التحسس يكون أكثر من الطبيعي بعد العلاجات. فلا بد أن يعلم لماذا هذه الأسباب، بحيث لا يتهم الطبيب دون علم. نعم دكتور، بما أنك تطرقت للموضوع، هنالك بعض العلاجات أو بعض الحشوات المؤقتة أو الدائمية في بعض الحالات أحيانا، يعني عندما تأخذ العلاج أو تتم حشوة سن أو أكثر يستمر من بعد ذلك الصليل، بحيث المواطن يستغرب، فبالتالي يا إما لقصور في تحليل الأمور يلقي باللائمة على الدكتور ويقول أنه غير جيد في إنجاز عمله، أو ربما هو لم ينجز عمله بصورة تامة، أو وهنا تأخذه الظنون التي تكون في أغلب الأحيان ليست في محلها. طبيب الأسنان يعني يعتمد على عنصر مهم جدا بينه وبين المراجع، هو عنصر الثقة. لذلك احنا نريد أن نفهم المواطن الكريم بأنه المعلومات هذه مهمة جدا لبناء الثقة. عندما يشك المواطن أو المراجع بعلاج الطبيب سوف يحدث ردة أفعال في الجسم،
تبدأ نفسية ثم تكون عضوية. نعم. نحن باختصار نجيب على هذا التساؤل، لماذا يحدث الآلام أو الصليل أو الانزعاج بعد إجراء عمليات الأسنان؟ باختصار أنه هناك أجزاء في السن، أجزاء في الخارج تكون صليبة، وفي داخل السن أو الضرس يكون هناك الجزء يسمى اللوب. اللوب هو الجزء الذي يحوي على الأوعية الدموية وعلى الأعصاب. نعم. ويتصل بالجزء الخارجي اللي هو الجزء المتكلس الصلب، يتصل بقنوات، هذه القنوات توصل الإحساس من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج، بحيث السن عندما يتعرض لمؤثرات من هذه المؤثرات، الحرارة والبرودة أو المواد الكيميائية أو مسألة الحلوى، هذه القنوات التي تتصل بلب السن الذي يحوي على الأعصاب وعلى الأوعية تعطي إحساس وتعطي الانطباع اللي يكون كردة فعل من السن. نعم. هو الألم. فذاك نجد أنه الآن أنت قبل العلاج في بعض الأحيان تجد أثناء ما تستخدم الماء البارد أو الحلوى المركزة تجد إحساس بعدم الارتياح، ويكاد يكون أنه هو أقرب إلى الألم ويشتد كل ما يشتد المؤثر. إذا حصل هناك خرق على الجدارات اللي موجودة عن طريق التسوس أو عن طريق الكسر الذي يحدث في جزء المتكلس من السن، الجزء الصلب من السن، فإن هذا الإحساس يزداد. عندما يأتي طبيب الأسنان ولا يوضح هذه المعلومة للمريض ويقوم بحفر الأسنان أو بتنظيف الأسنان، فإن الجزء اللبي من السن سوف يتهيج ويعطي الكثير من الإعازات بإنذار الخطر. في مثل هذه الحالة تستمر الإنذارات لمدة يعني 3 إلى 5 أيام. هذا الإنذار بالخطر يعني يعطي للشخص أن هناك خطر على السن، هذه الآلام تجعله يبتعد عن المؤثرات اللي هي الحرارة، البرودة، الحلوى. إلى آخره. وثم عندما يطمئن الأجهزة الأنسجة العصبية الموجودة في داخل اللب، عندما تطمئن أنه هذا الخطر قد زال، تسحب القوات إذا صح التعبير. نعم. تسحب القوات ويبدأ السن يهدأ. فلذلك العملية هي دائما تكون مصاحبة لألم. لابد أن يفهم الطبيب المراجع الكريم أن هذا الألم ممكن أنه يستعد لهذا الألم بأخذ المسكنات العادية مثل يستمر الفاراسيتون لفترة وجيزة ما بعد يعني بين 3 إلى 7 أيام. هذه الثلاثة إلى سبعة أيام هي متوقع الألم. إذا حصل الصليل فيه ازدياد يعني هو في اليوم التالي للعلاج يكون أشد ثم يكون في نزول، لكن إذا كان في صعود معناه هناك خطر آخر، كأن يكون هناك ارتفاع في العلاج، حشوة السن التي بني فيها السن فيها ارتفاع. هذا الارتفاع يسلط قوة أكثر من 65 كيلو، لأنه العضة اللي يعض فيها الإنسان تصل أكثر من 65 كيلو. لذلك في بعض الأحيان شخص أثناء الطعام يقضم لسانه وتجد الألم الشديد يعني. فأنت تخيل أنه أكثر من 65 كيلو تنزل على نقطة واحدة فقط بالسن، فأكيد يحصل ضغط يكون كبير، يحصل لكن ضغط دكتور كبير على السن. نعم. ويتهيج العصب. هل من الممكن أن يصل السن إلى حالة الاستقرار ما بعد إجراء الحشوة ومن بعد شهر أو شهرين أيضا تعود لفترة وجيزة هذا الإحساس بعدم الارتياح؟ الآن إحنا بعد العلاج الألم الطبيعي يعني يكون مثل ما ذكرت أنه في أشد ثم ينخفض. إذا الألم استمر أكثر من 3 أيام إلى 7 أيام وفي شدة، لابد أن هناك خلل معين. قد يكون الحشوة مكسورة. قد يكون هناك ارتفاع عالي في يعني السن يكون عالي أعلى من بقية الأطباع. لكن بعد مرور شهر كان مختفي الألم ثم يظهر فجأة، لابد من زيارة الطبيب. نعم. الأسباب عديدة، قد يكون سن آخر في نفس الجهة، لأنه دائما بالنسبة يعني المريض لا يستطيع أن يميز أي منطقة تؤلمه. إذا كان مثلا الألم في مثل هذه المنطقة. نعم. فعدة أسنان ممكن أن تكون هي السبب. فأحيان كثيرة يأتي المراجع إلى الطبيب يقول أنا عملت الحشوة في الفترة الفلانية وعاد الألم من جديد. عندما يفحص الطبيب يجد سن آخر
فيه علاج قديم مكسور، أو قد تكون الحشوة نفسها قد كسرت بسبب أنه تعرضت لضغط أكثر من الطبيعي. قد يكون طبعا فشل هذا العلاج سبب عدم التزام المراجع بالتعليمات، قد يكون سبب عدم إتقان الطبيب للعلاج، قد يكون المادة المستخدمة فيها خلل. لذلك نحن يعني نريد أن نرفع من مستوى المواطن العراقي بأن يفهم نوعية الحشوات، يعني لا يطلب الشيء الرخيص لأنه تعرف أن السوق العراقية غير مسيطر عليها من ناحية المواد الطبية خصوصا في مجال الأسنان. يعني هناك عدة جهات تستورد من مناشئ معتبرة ومن مناشئ تجارية، ونحن نعاني من هذا الأمر. يعني الآن أنت تذهب إلى طبيب الأسنان، هو مضطر أنه يقدم لك العلاج بتقنية عالية، وبما أن هذا العلاج غير مسنود، هو الطبيب من حقه أن يأخذ العلاج التي يعني يخرج التكاليف الموجودة. فبالتالي لكن قد يستخدم حشوات يستخدم غير مطابقة يعني أو غير ذات جودة بعدم عالية. وعي المواطن أو بعدم وعي الطبيب. يعني لابد أن يفهم المواطن أنه هذه ذات جودة واطئة، هذه ذات جودة متوسطة، هذه ذات جودة عالية، ونحن نرفض أنه يكون هناك العلاج بالجودة الواطئة. دكتور، يعني بالنسبة للحشوات ذات الجودة الواطئة، إن لم تكسر الحشوة وليس فيها خلل، لا يوجد هنالك هناك مشاكل كثيرة. يعني قد يكون هناك تحمل المريض للألم أعلى من الشيء الطبيعي. يعني بعض الناس وخصوصا عندما يتقدم العمر بعد 40 سنة تكون هناك أنسجة كلسية تحيط بالجزء اللبي في السن، فالإحساس يكون ضعيف، يعني تتكلس الأنسجة المحيطة بجزء العصب واللب، فلذلك الإحساس يكون قليل. يعني لا يعني أنه عدم وجود شكوى أنه العلاج تم، لابد أن يكون فحص دوري من 3 أشهر إلى 6 أشهر. بالتأكيد. فحص دوري أنه زور طبيب الأسنان، حتى إحنا يعني المجمعات الرسمية اللي فيها تخصصية وفيها اختصاصيين يفحصون، والعلاج مجاني. في بالفعل يجب الانتباه إلى صحة الفم والأسنان، لأن الموضوع مهم جدا. عذرا دكتور إذا تسمح معنا، اتصال هاتفي من الديوانية. زهراء، صباح الخير يا زهراء. اهلا ومرحبا بك يا زهراء، تفضلي. انا ممكن سؤال نزح عليك بحياتي. دكتور رافع محمد يسمع، شو تفضلي زهراء. انا بعرف شنو فائده تماما، يعني اذا يحبون يستعملوا للتفريش او للمضمضه، يعني شنو فائده الاسنان؟ الغرغره او المضمضه؟ يعني اذا هو يسوي بالدم الاسنان تقوى او شيء، يعني معلومه صحيحه؟ دكتور إذا عندك أي سؤال بالنسبة إلها على الغرغرة أو المضمضة. زهراء، مضمضة بمي وملح لو بهاي المعقمات الخاصة بالفم والأسنان؟ يعني شايف الأسنان، يعني دائما مضمضة ملح يقولوا لزين، يعني دائما وحيان تتقى. طيب يا زهراء وصلت الفكرة، تحياتنا لك. أيضا سؤال جدا مهم دكتور. زهراء تقول دائما ينصحونا انه تمضمضوا وتغرغروا سواء مي وملح او هاي المحاليل المعقمه الخاصه بالفم اللي تقضي على البكتيريا، تقول ما مدى صحه هاي المعلومه خصوصا فيما يتعلق بالمي وملح؟ فعلا الغرغره تفيد وتشكل فرق ملموس؟ امهد لهذا السؤال اجابه. هذا السؤال، هناك طبقة تسمى طبقة جرثومية تتكون بعد مرور ساعات قليلة بعد الطعام. هذه الطبقة الجرثومية هي بقايا الطعام تتفاعل مع اللعاب مع الطبقة اللي موجودة على الأسنان، يحدث وسط فيه الكثير من البروتينات، يكون وسط مناسب جدا لنمو البكتيريا. البكتيريا موجودة فيها آلاف الأنواع في داخل الفم، لكن في الوضع العادي تكون بكتيريا غير عدوانية، تكون متوازنة. يعني هذا النوع يحد من نشاط هذا النوع وهكذا يحدث التوازن. عندما تتوفر هذه الطبقة البروتينية على الأسنان بعد الطعام وفي حدود يعني من 2 إلى 4 ساعات تتوفر هذه، يبدأ نمو البكتيريا نمو سريع جدا، بحيث البكتيريا الواحدة تصل إلى آلاف البكتيريا في خلال ساعات. فالذي يحدث أن هذه البكتيريا عندما حصل العدد وأصبحت مستعمرات وتحيط بالأسنان، يحدث أنه تستطيع هذه البكتيريا أن تلتصق
بجدران السن. من رحمة رب العالمين أن جعل جدران السن ملساء بحيث لا تستطيع البكتيريا أن تلتصق فيها. لكن بوجود هذه المواد اللاصق الموجودة اللي يسموها الطبقة الجرثومية، بوجودها والتفاعلات التي تحدث والمواد الكيميائية التي تنتج من التخمر، يحصل هناك حوامض تذيب الطبقة الملساء اللي هي تسمى الميناء، وتستطيع البكتيريا أن تلتصق بجدران السن ثم تبدأ بالإفراز المذيبات وتحدث الفجوات داخل الأسنان وتستمر في النخر. نحن عندما نزيل هذه الطبقة، يعني هدفنا من أجل أنه نسيطر على الأمراض بكل أنواعها اللي تخص الأسنان، أنه نزيل هذه الطبقة بعد الطعام. لذلك نحن ننصح بأنه يستخدم الفرشاة أكثر من مرتين، يعني على أقل تقدير 3 مرات، لأنه 12 ساعة متصلة كافية بأنه تجعل للبكتيريا أن تعمل عملها في السن. فنحن نكسر هذه الـ 12 ساعة. يعني بعض الناس يفرش في الصباح وفي المساء، يحدث بين الصباح والمساء 12 ساعة متصلة. عندما ننصح المراجع الكريم بأنه يستخدم الفرشاة على أقل تقدير 3 مرات، فعندما تحسب يعني من الصباح وفي منتصف النهار وفي الليل تكون 3 مرات، ما تكون 12 ساعة متصلة، لذلك يحدث كسر للسلسلة العملية. هذا فيما يختص بتفريش الأسنان. نحن نضيف لهذا الأمر أنه الإزالة لا تكون فقط كيميائية ميكانيكية عن طريق استخدام الفرشاة والمعجون، وإنما تكون أيضا كيميائية. المضمضة المستخدمة فيها مواد كيميائية تحلل جسم البكتيريا. فالبكتيريا عندما تأتي هذه المواد، بعض المواد تكون مفعولها 4 ساعات، لذلك نستخدمها احنا 4 إلى 6 ساعات، نستخدمها 3 مرات. بعض المواد يكون تأثيرها 12 ساعة، نستخدمها مرتين في اليوم. هذه تقضي على البكتيريا كيميائيا. وبالنسبة للمي وملح دكتور؟ المي والملح هو استخدام يعني قديم، يعني الناس قبل ما يتطور العلم وقبل ما تأتي المضمضة الخاصة بالأسنان يستخدمون الملح. الملح فيه خاصية أنه يسحب السوائل من جسم البكتيريا ويقضي عليها، لكن في مشاكل. أولا طعم غير مستساغ، ثانيا المرضى اللي يعانون من ارتفاع الضغط يعني هذا خطر عليهم، ثالثا أنه يعني بعض الأحيان حبيبات الملح تكون موجودة غير ذائبة فتحدث تخدشات في سطح السن الأملس. نحن لا ننصح بهذا الأمر يعني بالمي والملح، لأنه يعني هناك توفر غسول الفم في الصيدليات وبأسعار جدا مناسبة. يعني أنا أشجع حقيقة الإنتاج العراقي. يعني هناك غسول فم عراقي ذات كفاءة عالية وبسعر زهيد جدا، لكن المواطن العراقي ما يثق بالصناعة العراقية. تفضل الغسول، لكن أيضا الماء والملح أيضا دكتور أيضا يأتي بنتيجة فعالة، لكن تفضل الغسول من الناحية الصحية بالتأكيد. معنا فعالة في الماء والملح، لكن هو أفضل من أفضل من لا شيء. معنا اتصال هاتفي دكتور إذا تسمح. نعم أبو علي، صباح الخير أبو علي. ألو ألو ألو، صباح الخير. صباح الأنوار، تفضل أبو علي. تحياتي إلى كل حضرة الدكتور. حياك الله. وأنا عندي فتشي، يعني الحقيقة أنا بالنسبة دائما أستعمل الفرشاة أكثر من 6 مرات يومياً، زين، وأعتني بأسناني بشكل مو طبيعي يعني. ولكن إنه صارت عندي حالة إنه السن يبدي يتحرك بدون ألم، ويبقى يتحرك وتطلع منه خراجات، بعض الخراجات بدون ألم. هذا هيك يعني، لا هو مثلا تسوس، لا هو سواد، لا هو فشي، فأروح أطلع هذا السن. وصلت مرحلة إنه يعني طلعت أسناني كلها بسبب هاي الحالة. أيوة. نعم دكتور، عندك أي سؤال أبو علي؟ أتمنى لك الشفاء أبو علي، إن شاء الله نجيبك إن شاء الله على هذا الأمر. شكرا أبو علي، انتظر إجابة الدكتور رافع من خلال الشاشة. نعم دكتور، كثير من المراجعين وهم صادقين أنه يستخدمون الفرشاة بأكثر مرة، مثل ما ذكر الأستاذ أبو علي أنه عدة مرات، 6 مرات يستخدمها 6 مرات. نعم. لكن يعني لابد أن نلفت نظر المراجع الكريم بأن السن فيه عدة سطوح، في السطح الأمامي وفي السطح الخلفي والجانبي. نعم. وهكذا. فالكثير من المراجعين من المواطنين الكرام يستخدمون الفرشاة في المنطقة الأمامية فقط،
لانه دائما الانسان يرى ما نعم. ما يراه في المرآة. وكثير من المناطق لا يصل الى الفرشات اطلاقا، فذلك يعني مهم جدا من اجل انه نعتبر عمليه استخدام الفرشات استخدام صحيح، لابد انه يزور طبيبه. وأنا دائما كنت أوصي الأطباء وأوصي نعم. أيضا المرضى بأنه أنت في أول زيارة يكون معك نوعية الفرشات حتى يكشف عليها الطبيب، وهناك فرشات مناسبة وهناك فرشات مدمرة، بالتالي يعني هذه الفرشات المناسبة الفرشات المناسبة. ثانيا لكن إذا تسمح دكتور عفوا، يعني هو دعاني يعني مثلا ممكن بكتيريا وتسوس، أجيك بالجواب يعني لأنه في بعض الأحيان استخدام الفرشات يكون مدمر، يعني عملية استخدام الفرشات خصوصا بالطريقة الخاطئة اللي دائما تخرج في الإعلام، هاي الطريقة خاطئة لأنه تستخدم مع قوة وسبب رخاوة بالسن، يحصل إزالة لطبقات كثيرة من المحيطة بالسن، بينما الطريقة اللي يكون مناسبة للسن أنه استخدم الفرشات بطريقة المكنسة، يعني عملية دوران باستخدام الفك، ما أنزل من الفك الأعلى إلى الأسفل أو أصعد إلى الفك الأعلى، طريقة سليمة بحيث أنا أستطيع أن أنظف الأسنان بهذه الطريقة، طريقة المكنسة، يعني ما أؤذي اللثة ولا أسحق الجزء الخارجي من الأسنان. الفرشات واحدة لا تكفي، استخدام الخيوط لأنه الفرشات لا تستطيع الدخول بين الأسنان المزدحمة، فاستخدام الخيوط بين الأسنان تنظف، استخدام الغسول المضمضة اللي ذكرنا عنها ينظف، فنحن بهذه الوسائل الثلاثة مع استشارة الطبيب نستطيع أن نسيطر على الالتهابات. طيب برأيك هناك مشكلة أخرى، سبب رخاوة الأسنان اللي يعاني منها، هناك مشكلة أخرى أنه في بعض الأحيان هناك عدم تنسيق بين الأسنان، يعني مثلا حشوات عالية حشوات مكسورة، هناك أسنان مثلا مقلوعة فيحدث زحف للأسنان المجاورة، ومثلا الأسنان في الوضع العادي تكون باستقامة، عندما يحدث قلع بين السنين يحصل ميلان في الأسنان، هذا الميلان يؤدي إلى عدم تناسق أو الأطباق ما يكون منتظم بين الأعلى والأسفل، فيحصل ضغط على السن يؤدي إلى ذوبان العظم المحيط بالسن ويحدث الحركة في الأسنان. أيضا يعني كثير من الناس بعد عمر الأربعين يصابون بمرض السكر مثلا، ومرض السكر فيه مشكلة مع الأسنان أنه كثير من الدفاعات التي موجودة تدافع عن الأنسجة اللي حول الأسنان يتوقف دفاعاتها بسبب مرض السكر. فيعني لو افترضنا أنه 100 جرثومة تستطيع أن تفعل شيء في الإنسان الطبيعي، بالنسبة لمريض السكر يعني نضرب مثل تقريبي أنه 10 جراثيم تستطيع أن تفعل نفس الفعل، لأنه المقاومات اللي موجودة الأنسجة اللي تقاوم والخلايا التي تقاوم اللي موجودة في الجسم تضعف، فالنتيجة إيش يحصل؟ أنه عدد قليل من الجراثيم يستطيع أن يحدث فعل أكثر من ما في الإنسان الطبيعي. فننصح الأستاذ أبو علي أنه أولا يتأكد من موضوع السكر، ثانيا يعني هو وإن كان فقد أسنانه لكن الآن الطب الحديث يعني موجود زراعة الأسنان، موجود تعويض الأسنان، وممكن إن شاء الله أنه تعود لشبابك وتعود لرونق الأسنان مالتك بعلاج، لكن تنصح ذويك لأنه ممكن مرض السكري هو له تأثير وراثي عمود لا تتكرر نفس المشكلة مع أفراد عائلتك الكريمة. دكتور نصيحة أخيرة توجهها للمشاهدين، يعني شنو أبرز نقطة يراد انتباه عليها وركز عليها للعناية بالأسنان؟ أتمنى أنه يكون بين نقابة أطباء الأسنان في العراق والمواطنين الكرام في العراق يكون تواصل، نحن نجهد أنه كل المعلومات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق مواقعنا الخاصة في النقابة، عن طريق المجلة اللي بدأت تصدر بعنوان طب الأسنان. نتمنى من المواطن العراقي أن يكون معنا في تواصل، أي سؤال نستطيع أن نوصل إليه عن طريق الشيء المقروء أو المسموع، وأيضا نتمنى أنه من الإعلام الكريم مثل ما هاي المبادرة اللي قمتم بها مشكورين قناة المدى، أنه يكون هناك تركيز أنه نأخذ السلسلة كاملة، يعني المعلومات لا تكون مبتورة ومنقوصة، نحن نريد أن نتسلسل في المعلومات بحيث يكون للمواطن الكريم رشيف كامل يستطيع أن يرجع إلى إذا أراد أي مشكلة عن الأسنان يستطيع أن يفهمها. إن شاء الله تكون هنالك لقاءات أخرى معك دكتور، نستكمل في هذه السلسلة والنصائح للعناية بالأسنان والاطلاع أكثر على أمراض الأسنان والفم، نقيب أطباء الأسنان في العراق الدكتور رافع محمد، شكرا جزيلا لك. أشكرك.
صباح الخير أعزائي المشاهدين، صباح الحب والمحبة على عينكم زملائي في الاستوديو. تعتبر ظاهرة الزواج عبر الانترنت من الظواهر التي صاحبت ظهور وسائل الاتصال وانتشار الانترنت، والتي أدت إلى إزالة الكثير من الحواجز، وهذه تعبر عن انعكاس لتفشي حالة العنوسة واللجوء إلى الخطابة العصرية عن طريق مواقع الزواج والتعارف. إذن أعزائي المشاهدين، فقرتنا لهذا اليوم عن مواقع الزواج والتعارف، تابعونا. الزواج هو قسم نصيب، وأكيد عندنا زواج تقليدي وزواج عن طريق الحب، لكن لو أردت تتزوج تتزوج عن طريق الانترنت من خلال مواقع تعارف وتزوج؟ لا طبعا، يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة زيادة هكذا مواقع وهكذا زيجات، بس يعني مثل ما تعرف احنا مجتمع شرقي، وهاي مسألة ثقافة الزواج عن طريق الانترنت فشي جديد، يعني يدخل في كثير، يدخل وياه كثير من العمليات، مثلا يعني يجوز مثلا اكو كذب بالموضوع، عمليات نصب واحتيال، يخلي صوره مو صورته او هي صوره مو صورتها. فيعني احنا كمجتمع عراقي اعتقد هذا الموضوع. انت شنو رايك بمواقع الزواج والتعارف؟ انا رايي انه يعني انا ما اشجع الزواج عن هكذا مواقع، لانه مثل ما قلت لك تدخل في عمليه نصب واحتيال، وكذلك هي جديده على مجتمعنا، يعني ما عندنا احنا هاي الثقافه. يعني أنا ما أشجعها صراحة، يعني أما زواج أنه عن طريق أنه شخصي يعني عنده علاقة يعني ببنية مثلا وأكو علاقة حب وتتكلل بالزواج، أو الزواج التقليدي زواج عن طريق المواقع ما أشجع. يعني هذا المواقع الزواج والتعارف اللي يكمل ناشر صورته ومواصفاته، تعتبرها صحيحة أو رأيك أنت بيه؟ بالنسبة أكو عالم منها صحيح، بالنسبة لي لا، بس يعني اكو عالم ده تتزوج عبر الانترنت. لا. اي بس ما اعرف انا هذه البنيه هي صورتها او الولد خال صورته صحيحه. يعني احتمال مثلا ما خال صورته. اي شخصيته بالانترنت تبين. انت تعتبر عليك نصب واحتيال؟ يصير بيها نصب واحتيال. يقول مو صادق. مو صادق يعني انا ما اعترف هذا بهيجي زواج. لازم اكو سبب معين يعني. لازم واحد يشوف الثاني يعرف اطباعه، غير مو صح له لا. اي. شو رايك؟ اي تجربه يعني ما تكون بي تجربه صادقه او تجربه تعيشها وياه، يعني احنا هنا عندنا مرحله خطوبه، اثنين هم يعني قد يشوفون اطباع الثاني ما يتوالمون، فيعني عادي واذا توالموا ويكون خير وبركه. تعتبر هي بيها عمليه نصب واحتيال هذه المواقع؟ اي نوعا ما اكو ناس تاخذها للتسليه، اكو ناس تعتبرها وسيله جاده، بس انا بنظري هي مو وسيله جاده ومخالفه للقوانين. يعني مو حلو هو اصلا، يعني شلون مثلا تعارف على النت ويصير زواج؟ يعني لا شايفه ولا يعرفه ولا يعرف هي شنو البنيه ولا هي اصلا تعرفه شنو هو. البعض يعني منزل مواصفاته واسمه، تبي هذا شيء صحيح؟ طبعا هو يعني زين يعني انه مواصفات تطيب، بس يعني هي اصلا ما تعرفت عليه زين. ما تعرفت كشخصية إنه هو شنو، أو ما قعدت وياه أو صرفت وياه عم تعرف إنه هذا إنه يعني زين الزواج رأساً يصير. لا أنا ما أعرف. يعني إحنا سبنا تطور اجتماعي عندنا، يعني عادي واحد يقدر يتعرف بيناتهم، عادي ما ليش خلقوا الفيس وهاي الشغلات، حتى واحد بيناته هو اسمه فشي اجتماعي واحد يتعرف على الثاني بي. يعني أنتي تقبلين تتبطين بشخص أو تزوجين عن طريق الإنترنت؟ عادي شكو بيها، يعني مو فشي غلط. انه واحد عادي يتعرف، ويجوز بمرور الزمن واحد يشوف الثاني واحد يعرف على الثاني. مرور الزمن صح، يعني اذا حلو انه راحوا مثلا اجتمعوا والتقى وصارت اكثر من مره لقاءات بيناتهم، هاي حلو، بس اكو هسه رسن يتعرفوا بس رسن زواج، يعني لا شايفته لا طالعه وياه لا قاعده وياه لا حاكيه وياه، هذا لا ضد. يعني انا ما ايد هاي المواقع صراحه، يعني ما مواقع الزواج والتعارف ما ايدها. شنو السبب؟ السبب لان هوايه جاي يصير اغلبها بفشل نهايته، يعني ما خلينا نقول ما بيها نجاح، ما تستمر يعني، واكلها يجوز، بس النسبه اتصور الاغلبيه ان هي راح يصير بيها فشل، لان هاي
تبدي بدايه مو صحيحه، يعني ما اعرف، انا هذا رايي الشخصي يعني اشوفه هيك. بس عندي صديقي جرب هذا الشيء، انه تعرف على اثنين من طريق هذا المواقع مال الزواج، فيعني علاقه ظلت فتره طويله، وراها دزت له الصور، بس هي صور حقيقه مو مالتها يعني طلعت. من شاف راضي يتقدم لها تفاجئ بشيء ثاني، انه لا هي البنيه اللي حكوا وياها ولا هي صورها، فهالمواقع انا اشوفها كاذبه يعني. كاذبه صراحه يعني، هي شلون نصب انه ينصب على الشباب، وخاصه انها شباب عقليتهم على الفتره يعني. انا واحد منهم، مو احكي لك انه انا يعني ما مجرب هذا الشيء، لا مجربه، بس يعني مواقع هي نصب يعني، تحكي وياها بشكل وتروح بشكل. دخل وتعرف على هاي البنيه، نزلت له صورها، نزلت صورها، بس هي مو صورها طلعت، مو صور يعني البنيه هي نفسها، لا مو صورها، صور يعني غير بنيه. وتفاجئ صديقي طبعا، هو تاثر يعني، هو يعني علاقه يعني صراحه يمكن 6 اشهر 7 ظلوا. إنسانة مثقفة واعية ملتزمة، أحب الحياة والسفر، وأحب الترتيب، لا أحب التدخين ولا العصبية واحترام الآخرين. يعتبر البعض هذه الطريقة من الزواج دخيلة على مجتمعنا، خصوصا أن بعض الشباب لا يكشفون عن هويتهم الحقيقية، ففي عالم الإنترنت نحن أشبه بحفلة تنكرية. في الختام، هذه عودة لزملائي في الاستوديو. الله يتمم لك بخير يزن، ومبارك لك مقدما. أنا حسك تقدس الحياة الزوجية، بما أنه تبحث عن شريكة حياة، مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الزواج. عموما حبتي المشاهدين، يقولون الزواج قسمة ونصيب. اليوم وينتشر مواقع الانترنت ومواقع الزواج، يمكن راح يتغير هذا القول، ونقول أنه الزواج صار كليك ولود. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ومواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها بالعلاقات والبحث عن شريك الحياة، وأيضا حتى المواقع المخصصة للارتباط والبحث عن شريك الحياة، نرحب مجددا بضيفنا في الاستوديو الدكتور عمار. أهلا ومرحبا بك دكتور مرة أخرى. دكتور، كيف تقيم اليوم تفاعل المجتمع العراقي مع هكذا مواقع الزواج؟ في البداية نحب أن نقول بأن التكنولوجيا الحديثة، الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر وغيرها، أصبحت واقع يفرض نفسه في الواقع، فهو عالم افتراضي داخل عالم حقيقي. نسبة الزيغ به والعدم المصداقية أكثر من نسبة الصدق به في مجتمعاتنا العربية. فظهرت عندنا في الآونة الأخيرة مواقع للتعارف والزواج بكتابة مواصفات الزوج ومواصفات الزوجة كحل لمشكلة العنوسة لدى النساء ومشكلة العزوبية لدى الشباب. ولكن احنا كمجتمعات عربية مع الأسف احنا قلدنا الغرب طبعا في هذه المواقع، يعني هم في أمريكا وفي أوروبا هذه المواقع سابقتنا يعني في وجودها. نقلنا هاي التجربة إلى المجتمع العربي بعد نجاحها في المجتمع الغربي، ولكن استخدامنا لهذه التجربة هو استخدام سيء واستخدام فاشل. المجتمع العراقي بالتحديد بصورة عامة يستخدم التكنولوجيا الحديثة، الانترنت، بكل ما به من تفاصيل استخدام سيء بنسبة 80%. يعني نسبة الاستخدام نسبة الناجح صادمة هاي دكتور، صادمة جدا. نسبة الاستخدام الناجح والصادق هو 20% فقط. يعني انت مثلا شوف شاب تقول له انت خلال هذا الأسبوع كم أغنية نزلت من النت، راح ينطيك رقم، قل له كم كتاب نزلت وشوف بالفعل شوف اللي هل يعني نسبة الاستخدام السيء والجيد. لو نظرنا يعني إلى الأرقام والإحصائيات، في أمريكا مثلا 18 مليون حالة زواج صارت بأمريكا من خلال مواقع التعارف الزواج. 18 مليون حالة. وحينما يعني أجريت دراسة على هذا العدد أو عينة من هذا العدد، ثلثي
اللي تزوجوا عن طريق مواقع التواصل والتعارف والزواج زواجاتهم ناجحة وسعداء بحياتهم. بدليل أنه نسبة الطلاق بعد نعم. الزواج الإلكتروني 2% فقط في أمريكا نعم. بينما نسبة الطلاق بالزواج التقليدي 5%. فنجدهم يعني سعداء أكثر لأنه أكو صدق في إدخال البيانات. نعم. أكو صدق في النيات. إحنا المواقع عندنا يعني ماكو صدق بالنية، إدخال بيانات غير صحيحة. نعم. نسبة أخرى اللي يستخدمون المواقع الزواج أكثرهم من الرجال المتزوجين. أجريت دراسة بيّنت أنه 40% من الرجال المتزوجين يستخدمون مواقع الزواج ومواقع التواصل على أنهم عزاب غير متزوجين. بالعراق لو بالبلدان العربية. بالعراق. نعم. بعدين نجي على البلدان العربية. اللي يهمنا مجتمعنا العراقي. يعني نسبة غاية إقامة العلاقات لكسر روتين الحياة الزوجية 40%. نعم. يعني أين الصدق بالموضوع؟ طيب دكتور إذا تسمح دكتور نعود إلى الصدقنية وإلى مدى صحة هذه البيانات، لكن معنا اتصال هاتفي من بغداد. صباح الخير يا غصون. صباح النور. أهلا ومرحبا بيك، تفضلي غصون، شنو رأيك بالموضوع؟ والله الموضوع هو يعني كل واحد وعقليته عقل الشخص والفيس هو شيء حلو. أنا صديقتي تعرفت من شخص على شخص من الفيس ونجحت علاقتهم لأنه صار لقاء بيناتهم قبل ما راح نتقدم منها. نعم. وعاشوا حياة سعيدة. كل واحد هو وعقليته يستخدم هذا الشيء. بالفعل. تحياتنا لك يا غصون، شاكرين اتصالك. اذا دكتور كنا نتحدث قبل ان نظهر على الجو في جانب معين انه كل علاقه خصوصا بالعراق لها خصوصيتها. نعم. ممكن تنجح هاي العلاقه، ممكن تفشل لاسباب بعيده كل البعد عن طريقه التعارف سواء وجها لوجه او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع البحث عن زوج او زوجه. لكن خلينا نعود الى اساسيات، بعض الاساسيات في المجتمع، سواء كانت نظره المجتمع لهذه الاساسيات صحيحه أو خاطئة، يبقى كل من وتقييمه وثقافة اللي تربى عليها. البعض ينظر إلى طريقة الزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الزواج الإلكتروني خلينا نسميه، لأنه مسألة فاشلة وغير ناجحة مرفوضة اجتماعيا عرفا وتقليدا، والبعض الآخر ينظر لها إلى أنه هي وسيلة جيدة إذا ما كانت هنالك نية حقيقية للزواج ومعلومات أكيدة وموثقة، فرصة جيدة للبحث عن شريك الحياة خصوصا مع الظروف الصعبة اللي يعيشها البلد حاليا. يعني الشاب مثلا ملتهي طول وقته بالعمل، البنات أكثرهن تخرجن وقعدات بالبيوت ماكو وظائف، فبالتالي فرصة الالتقاء بشريك حياة مناسب أصبح شبه معدومة، ناهيك عن اللي ما سمحتين ظروفهن أنه أصلا يكملن دراسة وباقيات بالبيوت دون فرصة لإيجاد شريك الحياة أو رؤية شريك الحياة إلهن والاقتناع بها. إذن السؤال هنا هو يعني هل هذه المواقع حلت مشكلة الأنوثة في المجتمعات العربية ولا لا؟ شنو رأيك دكتور؟ طبعا لا، بدليل أن نسب العنوسه في المجتمع العربي في سنة 2015. نعم. راح نبدي بغير دول بعدين نجيك على العراق حتى لا تنصدم وينصدمون الأخوة المشاهدين. سوريا مثلا 60% من النساء بين عازبة وعانس. في الأردن 49%. نعم. في الكويت 13% من النساء عوانس. نعم. في ما بين عازبة وعانس لو فقط عنوسه. عانس. يعني بغض النظر عن الأرامل والمطلقات، بغض النظر. نعم. عوانس فقط. نعم. يعني ما سبق لها الزواج. الملاحظة هاي جيدة، غير المطلقات والأرامل. يعني عنوسة، يعني من نقول عنوسة يعني عمر 33-35 سنة. نعم. وما سبق لها الزواج سابقا. إيه. فبالتالي نعم. في مصر تقريبا 6 مليون عانس. نعم. في اليمن وليبيا 30% من النساء عوانس. في قطر والبحرين 25%. نعم. في العراق تصدر نسبة العنوسة في العالم العربي ليصل إلى 85%. إيش قال؟ 85% إحصائية 2015. نعم. من النساء العراقيات عوانس، يعني تجاوزوا سن 33 أو 35 سنة. نعم. إذن المشكلة ما انحلت عبر مواقع الزواج والتعارف. شلون؟
لانه احنا ما عندنا صدق بالنيه حينما ندخل بياناتنا، او انه احنا من ندخل هاي المواقع احنا فعلا نريد الزواج. كثير من الشباب والشابات يعني يدخلون هاي المواقع لاجل التعارف. يمكن نسبه الـ الشابات يعني النساء في مواقع التعارف ومواقع الزواج تكون اصدق من نسبه الصدق عندهم اكثر من الرجال. يعني يقال انه العناد عند النساء كل كذب عند الرجال. يعني كأنه هذا التزييق عند الرجال طبيعة. يمكن يزعلون مني الأخوة اللي فإذا أنا تعرفت يعني هي ما بيها شيء في البداية كحل لهذه المشكلة وكطريقة للتعارف. بالعكس التكنولوجيا غزت كل مفاصل حياتنا وكل شيء في حياتنا أصبح علم. فبالتالي أنا شلون أستفيد من هذا العلم؟ أنا أريد أتزوج وأنا ما عندي فرصة أنه ألتقي بشركة حياتي، أو مرأة ما عندها فرصة قاعدة بالبيت ما عندها فرصة. فهي المواقع بالتأكيد تكون فرصة جيدة ووسيلة ناجحة أحيانا إذا ما اتقنا التعامل معها. إذا تسمح دكتور مع اتصال هاتفي من بغداد غصن. يسعد صباحك يا غصن. ألو غصن. ألو. يا ريت لو تعلينا صوتك يا غصن. أشارك بالبرنامج. تفضلي أنت على هواء مباشرة. بالنسبة للموضوع الزواج أعتقد إنتاجية مواقع التواصل الاجتماعي أعتبر هذا الشيء كله غلط. وطبعا أنا شخصيا سبب يعني هدم الزوجية. يعني زوجي أنا وزوجي عن حب يعني مدة 15 سنة وعندنا أطفال اثنين. اكتشفت بي عن طريق الصدفة يعني عند علاقة بابنية سوري عن طريق منها المواقع الزواج والسواتي له. وبالتالي يعني صار قناة بينات. طيب انتو 15 سنة زواج لو 15 سنة حب من بعد زواجتو؟ لا احنا 15 سنة زواج. وعندنا بنات اثنين يعني وكلش يعني احبه واحترمه وهو يحبني ويحترمني. بس اكتشفت يعني بعد 15 سنة وعن طريق الصدفة وأنا أدور بسين خدمات يجيت يعني عندي علاقة بابنية سورية. صالج إيش قد صالج فترة من منفصلة يا غصن؟ يعني توقفين عن الزواج. غصن إيش قد صالج فترة من منفصلة؟ نعم. إيش قد صالج فترة من منفصلة غصن؟ المطلقة؟ أي مطلقة يعني؟ يعني صالي حوالي سنة. طيب يا غصن يعني نصيحة اعتبريها نصيحة من أخ اعتبريها غصن. طبعا الرأي إليك وأنا ما أعرف شنو ظروفك، لكن الزواج 15 سنة وينتهي هاي النهاية مو سهلة. يعني المسامح كريم مثل ما يقولون غصن. تجربة كثير من البنات يعني سواء غصن اعتبريها نزوة وتعدي يعني حرامات 15 سنة. أنه هذا الإنسانية يعني خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. غصن غصن استمعي إلى رأي دكتور عمار. غصن استمعي إلى رأي دكتور عمار دا يتكلم معك. تفضل دكتور. يعني كان تقبلين برأي آخر يعني إذا صار بيناتهم مثلاً حب فعلاً والرجل محلل لي الزواج أربعة يعني لو رضيت بيها أن تكون ثانية مو أفضل مما تكونين مطلقة؟ غصن الدكتور عمار يقول لك اذا هو يعني كانت علاقته بها حقيقيه ونيه صادقه عنده للزواج يعني كان خليتيه يتزوجها وتكون هي ثانيه افضل مما تكونين انت مطلقه. واذا حسيتي انه هو نيته مجرد لعب فيعني مساله لعبه وتنتهي. ليش تضيعين 15 سنه من عمرك على مش شيء تافه؟ هي ما كانت يعني مجرد لعب يعني كانت هي صادقة وحقيقية بالزواج. أو يعني اكتشفت هذا الشيء من خلال الكلام اللي بيناتهم المحادثات اللي أنا شفتها. يابا والله مو كل الكلام صدق يعني مو كل الكلام صدق اللي تقرأ. عموما تحياتنا لك يا غصن واستمعي إلى تعليقنا على موضوعك. مع اتصالاتي في آخر. أبو نزهة يسأل صباحك. أبو نزهة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجعل التفاؤل والابتسام المشرق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعدنا اتصالك يا أبو نزهة. تفضل. بارك الله بك أجلك الله. والأستاذ العزيز هو زواجه مو لزها هو هذا الخطأ الفاشل من تحدثت على الانترنت وغير الانترنت. الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم الزواج سكن النفس وراحة القلب واستقرار الضمير والتعايش بين الرجل والمرأة على المودة والرحمة والانسجام
والتحاول والتناصح نعم والتسامح هذه الخلية أسرة سعيدة نعم نعم والمرأة الصالحة مدح الحياة المرأة الصالحة أنا نعم من المتحدث أن يفيد المستمع وخير الكلام ما قل ودل أسأل أخت من طلعت صاحبنا بالسؤال أعطي جوهرة الموضوع عمود المستمع يستفيد من المتكلم نعم نعم أقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وغير متاع المرأة الصالحة نعم بالفعل هو مو الإجرام الزواج مو الإجرام هو استقرار نعم نعم وأعطي مجال غير حل ما طول الله يرضى عليك شكرا لرأيك يا أبو نزهة شاكرين اتصالك ومشاركتك معنا بآخر نصف دقيقة دكتور خلينا نتكلم بإطار عام قليلا ونرجع إلى حالة الأخت غصن احنا ثبتنا أنه مو كل اللي نكتبه نعم. على الإنترنت من معلومات أو نية للزواج هي نية صادقة نعم. وإحنا ولد شباب خلنا نحكي حكي عادي وعلى المكشوف بياناتنا يعني من شخص باله للأسف هو تصرف خطأ أنه يخدع شابة ويهمها بالزواج فمو كل المسجات أو الحكي اللي كاتب الهيا يا غصن يعني قال لها راح اتزوجك وفعلا ده يحبها ويريد يتزوجها جائز ده يخدعها نعم هي حالة خاطئة سواء الخداع أو العلاقة لكن 15 يعني سنة على مود كلمة واحتمال تكون كلمة مو صادقة يعني أو وعد غير صادق بالزواج تضيع نعم دكتور يعني هذا شلون يعني سوء تصرف من قبل الزوج يعني لو كانت أكثر عقلانية وأكثر تأني بالموضوع فإما أن تقبلها زوجة ثانية إذا كانت العلاقة حقيقية نعم. هاي إذا كانت حقيقية وأعتقد أنه هي علاقة غير حقيقية مجرد يعني أو تصبر تشوفها فعلا راح ينفذ وفعلا يريد يتزوجها ذاك الوقت تتخذ اللي تريده وإذا علاقة عابرة راح تنتهي وتخلص نعم. أما إذا كانت النية صادقة فعلا إذا كانت النية صادقة وفعلا أريد أنشئ علاقة حب وزواج نعم. عن طريق الإنترنت الإنترنت عالم افتراضي أنقل التجربة الافتراضية إلى واقع حقيقي شلون؟ لأنه لغة التفاهم والتواصل نعم. والاتصال تواصل فعال بين الآخرين لازم يوصل إلى نسبة 100% نعم. شلون يوصل إلى نسبة 100% إذا أحكي وياك بالكلام مجرد سواء كلام لفظ أو نعم. كتابة نسبة التواصل والتأثير والاتصال بين شخصين بالكتابة وباللفظ 7% فقط فإذا بالفيس أو بموقع الزواج ما راح تأدي الغرض المطلوب بالتأكيد يعني إذا وصل 100% تفاهم إلكتروني فمعناها هو بالواقع 7% فقط تبقى عندي نعم دكتور 38% يتوقف على شنو؟ على النبرة نبرة الصوت فرق بين ما أقول لك تعال فرق بين ما أقول لك تعال بالفعل نبرة الصوت عندي 55% فبالتالي احنا المصداقية ممكن نحددها من هاي الأمور شكرا لك دكتور عمار شكرا على هاي المعلومات وشكرا لحضورك اليوم للبرنامج في إطار الفن وفنانين من الجيل الجديد أصحاب الموهبة المبدعة الذين نتمنى لهم مستقبل رائع ليرفعوا اسم العراق في المحافل الدولية حسام فريد شاب عراقي وصوت متميز كانت له تجربة فريدة ضمن برنامج The Voice هذه التجربة ماذا حققت له وما هي أبرز هذه المواقف راح نتعرف عليها مع حسام اللي هو حاليا شرفنا بالاستوديو أهلا ومرحبا بك حسام حياك الله طبعا تحية لك وتحية إلى كل الكادر اللي موجود هنا وتحية إلى قناة المدى الفضائية وحب وسلام لكل العراقيين والمشاهدين اللي يشاهدونا من عبر هذه القناة حسام بداية ليش اختارت برنامج The Voice بالذات لإبراز موهبتك الفنية؟ بالمناسبة مو أنا اختارت هو اختارني نعم شلون؟ أنه هي كل حياتنا عبارة عن صدفة وحظ أنا أصلا يعني بالأصل إعلامي مقدم برامج ومراسل بإحدى القنوات الفضائية فشاءت الصدفة أنه أدخل بهذا البرنامج أنا كل الناس يعني أصدقائي المقربين إلي عائلتي يعرفون أنه أنا أحب أغني وعندي هذه الهواية فبهاي الأثناء ولد صديق خابرني قال لي أنه شنو رأيك تقدم بهذا البرنامج هو هم يغني يعني من الأصدقاء المقربين قلت له أي أوكي شكو بيها نقدم فدز لي الاستمارة أنا ولا تباوع يعني ما فارغ لهذه الأشياء لأن يعني ملتي بإعداد البرامج تقارير البيت مسؤولية أصدقاء تماهلت فقال لي حسام انت ظاهر ما تريد شارك انا راح اشارك لك قلت له اوكي عاد سبحان الله شارك لي تقدمنا كذا 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 لحد ما وصلت لهي المرحله والحمد لله والشكر يعني كيف كانت الاجواء بذا فويز اول ما رحت ودخلت وشاركت كيف كانت التحضيرات
التحضيرات كلش حلوة، يعني قناة الام بي سي يعني قناة تفاعلية، قناة يعني عندهم فد شخصية وكاريزما خاصة بيهم. نعم. يعني ماكو خطأ بالنظام، كله على الخط المستقيم، يشتغلون بحرفية وبدقة عالية وجودة وكواليتي بكل الأشياء. يعني حتى تعامل المسؤولين ويانا كان تعامل جيد جدا. تعاملهم ويانا من اختيار الأغاني، اختيار اللحن، اختيار المقامات، من أجود الاستوديوهات، من أجود يعني كل الأشياء. يعني رحنا إحنا مو كبرنامج ومشاركين، رحنا كنجوم. يعني عاملونا احنا كفنانين معروفين. نعم. وهذا دليل على الاصداء اللي صار. يعني انا اول ما طلعت الحلقه بصراحه كلش فرحت، يعني شفت ثاني يوم الاصداء بالشارع العراقي، هذا الدليل على انه العراقيين اكو تالف بيناتهم، اكو وحده وطنيه. نعم. الناس ما يعرفون انا شنو طائفتي، ما يعرفون انا شنو ديني، ما يعرفون انا منو شنو ليش، مجرد عراقي رفع اسم العراق ببرنامج واول مرحله. يعني هاي اول مرحله، او يعني اول مرحله صار هيك. نعم. فرضا لو ما اخذ اللقب كان صار. فهمت شلون؟ شفت بيجات وصفحات شخصيه وانستغرام كلها باسمي. انا بصراحه الناس الضوج، يمكن الفنان يضوج، بالعكس انا فرحت. يعني شفت انه هواي دخلوا باسمي، ما يخالف يتعاملون باسمي، بس انا فرحان لان حبوا حسام فريد. نعم. حبوا هاي الشخصيه اللي طلعت بالتلفزيون بهذا البرنامج. طيب هاي التجربه و الانتقال من مرحلة الهواية إلى أول خطوة على طريق الاحتراف، يعني أنت أصلاً كما ذكرت أنه الموضوع ما كان ببالك من أساسه وما عندك نية جادة للموضوع، لكن من بعد ذلك مقدم لك صديقك أوكي مشيت بهذا الطريق. من بعد ما مشيت هاي الخطوات ضمن طريق الفن والاحتراف، شنو أضاف لك أو شنو أضافت لك تجربتك بذا بويز؟ بالفعل أنا طبعاً ذكرنا أنه هي هواية. أنا يعني شاغل حياتي كلها هو الإعلام. نعم. بصراحة كلش أحبه. دخلت عدة مجالات. أنا أصلاً من عائلة فنية. أنا والدتي عبير فريد الممثلة. نعم. وبيبيت فريال كريم هم كذلك ممثلة ومؤلفة روايات وقصص. فأنا من صغير بديت حياتي بالوسط الفني، يعني متعلم على الكاميرات والأضواء والسيناريو والإخراج، كل هاي التفاصيل بديتها. لكن الغنى كنت اغني لاطرب نفسي يعني بصراحه. نعم. ما كانت انه فكره انه اوصل مراحل واريد اصير مطرب، لا كنت اطرب نفسي. بدت البدايه بالبيت، امي تقول لي صوتك حلو، بيبيتي كانت الله يرحمها ويرحم موتك كانت كلش تتاثر بصوتي. وانا ما كنت اتخيل انه انا هيك صوتي يعني. نعم. لطيف. فالمهم بعدها تحولت للاصدقاء، الاصدقاء قالوا لي صوتك حلو ليش ما تغني، قاموا يعزموني يعني القعدات خاصه. نعم. قعدات شبابيه بكوفي بقهوه هيك مكانات، حد ما وصلت للمهرجانات. يعني انا جاي بصفتي كمراسل. نعم. اجي اغطي هذا المهرجان، يقولوا يعني يقولوا لي ممكن يتفضل الاعلامي حسام فريد لي يعني يسمعنا شويه من صوته. نعم. فوصلت لهاي المرحله والحمد لله والشكر، يعني مرحله ايجابيه، الاصداء حلو. وانا يعني بصراحه يعني نقدر نقول حققت هدف إلي اللي هو هدفي بهذا المجال الإعلامي، وأريد أحقق هدف ثاني. يعني الإنسان قد ما يكون عنده عدة أهداف هذا مو تشتت، بالعكس. هذا يسموه ذكاء. نعم. يسموه يعني كل الأشياء الإيجابية، أنه حققت هدف أريد أحقق ثاني، وإذا تحقق الثاني مستعد أحقق هدف ثالث، ممكن أكتشف فد موهبة ثالثة. طيب موجودة بي. حسام تقدر تغني لنا شوية هسه ولا موسيقى وياك؟ لا ماكو مشكلة. أوكي شو تريد أغني لك؟ خليجي عراقي، الأغنية اللي غنيتها في The Voice اللي عجبك. أوكي خليجي؟ خليجي. الأخ نغني موال يعني إحنا موال. يلا موال. أخ أمان 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 علي حال تنشدني علي حال أنا المحتاج منك راحة البال بويا هواك 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 اللي غدارني يما أخذ مني العمر العمر أخذ
أخذ أخذ مني العمر زهرة شبابي. الله الله. حسام الفن والغناء تحديدا راح يبقى مجرد هواية بالنسبة لك لو ناوي تكفي بهذا الطريق؟ أنا بصراحة عندي فت خطة كلش حلوة اللي هو يعني اللي هو أمزج ما بين الغناء والإعلام. ذكرتها أكثر من مرة إنه أنا ما طول بمجال الإعلام، أضيف للإعلام فتشي فد بصمة اللي هي أسوي برامج تخص الغناء العراقي والتراث القديم. جميل. أوكي. كن من خلالها نستضيف القامات اللي عندنا، النخب من الفنانين القدامى. لحد الآن أكو فنانين عندنا إحنا يعني ما نعرفهم. صح. أنا ممكن سامع عنهم ما يعرف الجيل القديم نعم من العالم العراق. فنانين كانوا يعني كان لهم في الدور فعال بالوسط بالساحة الفنية بالساحة الموسيقية من العمالقة، بس كل إنسان يتبع حظه، أكو عنده حظ يعني ونعرف، وأكو ما عنده حظ وظل نايم بمكانه. ووظفت يعني الإعلام فادني ك يعني كمطرب وكغنائي إنه مثلاً مثل هذا اللقاء إنه أنا أحكي بثقافة، أحكي برقي، أحكي بذكاء، ما يعني أعبر بالكلمات، هذا فادني يعني ثقافة الإعلام ضفتها لشخصيتي كمطرب، ويعني صار مزيج حلو بين الاثنين. حسام تدري مخرجنا تحياتنا إلى فريد يقول لي هسه المشاهدين يدخون منو بيكون المقدم؟ شو ثياتكم إعلاميين؟ ثياتكم نفس السترة نفس اللون تقريبا؟ زين ملابس قميص أبيض؟ للأسف ما متفقين. طيب المخرج اسمه فريد فريد؟ فريد الشهاب. فريد الشهاب تحياتنا له. تحياتنا إلى فريد الشهاب. حسام طيب الموهبة لابد إلها من تنمية. يعني هسه هاي الخطة جميلة إنه تمزج ما بين العمل الإعلامي والفني، لكن صوتك لابد من إنه تستقله بالتأكيد، ولابد أكو دراسة للموسيقى، خلي بالك هذا الأمر أم لا؟ بالفعل يعني أنا بصراحة من طلعت بهذا البرنامج ما أقول لك أنا يعني طلعت عندي خبرة موسيقية عالية، أنا بعدني توني أول باي وراح أظل أول باي، لأن الموسيقى وكل الأشياء اللي موجودة حوالينا هي عبارة عن بحر، فهمت شلون؟ فأنا اتصلت بأكثر من صديق اللي هم يعني يعزفون العود، آلة العود، اللي هم مدربين سولفيج، الأستاذ سليم سالم يعني هذا فنان عملاق يدرس عود وسولفيج، هو مدرس بالمعهد يعني تخص بالموسيقى، اتصلت به فأكيد هو ما راح يقصر، وكل الناس اللي حواليه الحمد لله والشكر أنه ناس حبتني، الأصدقاء تقربوا أكثر من عندي، حاولوا يساعدوني بنفس الوقت العراقيين، يعني أنا أمشي بالشارع يعني هي مرحلة واحدة طلعت أني دقيقتين وواحد وعشرين ثانية غيرت حياتي، يعني أشوف الأم العراقية تلزمني تقول لي ابني ارفع راسنا أنت العراقي وأنت أنت أنت يعني أفرح. يعني برأيك الغناء حقق لك شهرة أكثر من الإعلام طبعاً أكيد يعني طبعاً بهواي الإعلام يعني هو أنا تربيت عليه وحبيته، أنا صار لي 5 سنوات بهذا المجال ما أقدر أتركه، صار فتشي بداخلي، يعني أنا إذا أقعد مثلاً ويا أصدقائي لازم أفكر باكر أنا إيش راح أسوي تقرير مثلاً، أفكر باكر مثلاً شنو موضوع الحلقة، حتى إذا كنت قاعد كل شيء ما عندي أفكر للبرنامج جديد، فهمت شلون؟ فصار يعني موجود بداخلي ما أقدر أتركه. نفس الوقت المجال الغناء هو عبارة عن أحاسيس ونرجسية، والفنان خاصة من واحد يطرب المقابيل. بالمناسبة أنا غنيت ويعني كنت مختنق لي أنت تعرف صبح وواحد ما مهيئ نفسه للغناء. أنت اختارت الأغنية اللي شاركت بها بذا فويز لو اختاروا لك إياها؟ طبعا طبعا لا، بس شلون اختاريتها أقول هم حظ. شلون؟ أنا مثلا صديق اختار لي موال، صديق الثاني اختار لي جملة، خلال لقاءاتي اختارت الأغنية، يعني التقيت بطفلة بتصلاح مونيكا صوتها يعني جدا جميل، فقلت لها سمعينا صوتك، غنت لي ببداية أم كلثوم، بعدين غنت هذا مو انصاف منك، ظلت هاي الأغنية وين؟ بالي. طيب. أنا ما سامعها طبعا هذا مو انصاف منك، سامعها يعني شي شوية سمعتها من عندها حفظتها وهي غنتها حفظتها بنفس الوقت يعني لين حبيتها، ظليت أردد بيها أردد بيها أردد بيها، طبعاً يعني صارت صعوبات هواي هناك لأن أنا مقامها ما أعرفه إيقاعها ما أعرفه، طلع إيقاعها من أصعب الإيقاعات العراقية العراقية، فهم عرب ما يعرفون للعراقي،
رغم أنهم فطاحل بالموسيقى ولا يعلى عليهم، يبقى المقام العراقي والمقام العراقي يعني إحنا مدرسة خاصة بي. أي لازم ذول أهل المقام وتشالغي وكذا ويجون يعني أجيبهم وياي الله يغنون. فصارت بصراحة يعني يعني ما أنكر هذا الشيء، صارت أخفاقات، اللقاع كان سريع، الطبقة ما موالمتني، اتفقنا يعني على فالطبقة وصارت طبقة تعرف أرباك الجو، لكن الحمد لله والشكر رغم هذا اللي صار. هاي الدقيقتين و21 ثانية طبعا تعرف ليش أحكي بيها دائما؟ لأن أصعب فترة مريت بيها بحياتي كلها. إحنا مرينا بكم حرب، إش كم ضائقة، إش كم مشكلة، إش كم سلبية بالشغل بتفاصيل. يعني صور أنا رحت خايف على المسؤولية اللي عندي اللي هي البيت. طيب أنا الوحيد الرجال وأنا رجال البيت، خفت من الشغل اللي أشتغل به. تعرف المؤسسات الأهلية ما شاء الله عليهم يعني، بس تراك بوساتي إليك. تقدم أنطيك، ما تقدم حق صح، حق مشروع صح، فخايف من هذا الشيء. اثنين أنا من رحت ترى يعني ما أقول لك إنه إحنا عائلة فنية يعني نمتلك الكثير، أنا بعت سيارتي ورحت، عندي هدف، عندي أسرار صح، هو لو إي لو لا، لكن لازم أنت تتقدم خطوة على مود تباوع الشمس، فهمت شلون؟ فهاي ثلاث أشياء. بنفس الوقت أنت ظليت بفندق حوالي 25 يوم 26 يوم 26 يوم أنت لا شايف أهلك، لا تقدر تطلع صح، لا تقدر تطب، كل شيء ما تقدر تسوي، الإنترنت ضعيف ما تقدر تتواصل. فأنت بهاي يعني الأشياء، وغير هذا أنت صاعد على ستيج وبرنامج ضخم يطلع على يعني قناة ضخمة. حسام أنت شاركت بالاختيارات اللي بيروت لو اللي بدبي؟ لا بيروت. بيروت نعم. أي فمن تصعد على ستيج راح تلقى أمامك أربعة من العمالقة، مدارس بالفعل يعني القيصر يعني لا يعلى عليه، بالتأكيد القيصر احنا نسميه القيصر، من بعدها شيرين ملكة الإحساس، صابر مدرسة الإحساس، عاصي يعني هو اللبناني، هو اللي تربينا على حسه من احنا وصغار. أنا بصراحة يعني كل هذا خوف مو طبيعي، ويا كل هاي الصعوبات والأحاسيس والخوف والقلق ندمان على هاي التجربة؟ لا أكيد لا. شلون واحد يندم؟ التجربة نقلتها من يعني باية واحدة إلى أربع بايات، ما نقول عشرة أربع. طيب لكن بقى الستة البقية ناوي شارك بعد بذا فويس أو غيره من برامج الهواة وطرب الغناء؟ بصراحة يعني هي تجربة حلوة. أنا ضد أنه أنت تشارك بمسابقة وبعد خلص أنه صرت أنت معروف ولازم ما تشارك، ممكن تخفق، ممكن من المرحلة الأولى تطلع. لا تجربة حلوة ان واحد يشارك اكثر من وجودك ورفع اسم العراق طبعا. بالتاكيد بالتاكيد نتمنى لك الموفقيه، نتمنى لك النجاح ورفع اسم العراق والمحافل الدوليه عاليا. موهبتك حلوه وصوتك جميل ورائع، وان شاء الله نشوف حسام فريد الاعلام الناجح والمطرب الناجح والعراق الناجح. الله يخليك، هذا العنوان الاكبر والاهم بالتاكيد. شرفتنا بحضورك اليوم. شكرا لك، اكيد كل التوفيق لك، ويا رب انت اكيد من الاعلاميين الناجحين، وانا بصراحه اتابعك، رقي، اخلاق، سرعه بديهيه، اعلامي جدا احبك. شكرا جزيلا، واكيد يعني تحيه حب لهذه القناه الجميله اللي كل كوادرها هي من المبدعين اللي اجوا ضمن هذا الاختصاص، مو مالهم علاقه. الحمد لله والشكر. ان شاء الله تقدمون البرامج، المسلسلات، كل شيء جميل للعراقيين، لان احنا الساحه العراقيه تهمنا. شكرا جزيلا لك. احبتي المشاهدين شكرا موصول لكم ايضا متابعه حلقه اليوم من برنامج صباح الخير باكر، لقاءنا يجدد وياكم، مع السلامه.